يرجعوا بروح عاليه مع الجاليات، يجمع الجاليه وين ما كان المنتخب. يعني انا سمعت عن اعتزاله ما اعرف شنو، هذا القرار اكيد يعني مو صحيح، يعني ان شاء الله يتراجع عليه، واحنا كنا ساندين اليه لان هو اللي يدعمنا وهو اللي ينطينا الحيويه اللي تكون بالملعب. أنا كل بطولات الخليج بالمناسبة من 76 الآخر بطولة اللي صارت بالكويت أنا كل الموجود، يعني حتى صارت لي علاقة ويا اللاعبين الخليجيين ويا الشيوخ، وأنا بحياتي كل ما في يوم أسئت بالتشجيع. أنا شعاري بالحياة التشجيع النظيف، لو سمحت لي شعار هذا عالمي، لازم أنت تكون عالمي على مود العالم. وأنا علاقاتي باللاعبين الأجانب الحمد لله والشكر، أنا علاقتي كل زي وكل مدربين اللي دربوا العلاقة الأجانب علاقتي زين، حتى مدربي منتخبات الوطنية اللاعبين كلهم جيدين، من جيل يونس وجيل علاقة أحمد راضي وجيل حسين سعيد وجيل القديم، الحمد لله أنا علاقاتي حتى والاتحاد القدم كل زينة، وأنا مستمر بالتشجيع وما في يوم أعوف التشجيع. أهل الكرة العراقية لاعبين ومدربين وإداريين وجمهورا يتفائلون بوجود مهدي الكرخي على المدرجات، يقولون إن غيابه ينقص أي فريق عراقي لاعبا هو الأهم بل الأكثر تأثيرا على مجرى كل مباراة. مهدي من مشجعين مميزين ولوفياء للمنتخب العراقي، يعني دائما ما نشوفه بكل بلد هو حاضر، دعمه لا محدود للمنتخب الوطني، دائما ما يشكل روابط في جميع الدول في سبيل تشجيع المنتخب الوطني. بالنسبة لنا كان يدعمنا بشكل كبير، يعني مرت عليه كثير من الأجيال، أنا عاصرت فترة زمنية، يعني كان داعم لنا بشكل كبير. اتمنى انه يتواجد بكل البطولات القادمه، يتواجد في الكثير من يعني الالعاب الاخرى كالسله والطائره وغيرها، لكن كماركه احتسبت للكره العراقيه. اعتقد ايضا حسب رايي الشخصي بان المنتخب العراقي سيلعب ناقص لاعب اذا لم يكن مهدي على المدرجات يشجع المنتخب العراقي. هلا بالابطال، هلا بالابطال، يا الله يا الله يا ابو مال يا ابويا، يلا يا بطل، يلا يا عراق، هلا بالأبطال، هلا بالأبطال، هلا هلا بالأبطال، هلا هلا صديقي، هلا بالبطل، قول يا الله، قول يا الله. دار مهدي الكرخي بصفته رئيسا لرابطة مشجعي منتخب العراق كثيرا من الملاعب في العالم، وحمل فيها ومنها المفرحة والمحزنة من الذكريات التي توجز خلاصة العطاء في هذا اللون الصعب من التعاطي مع الكرة بكل تداعياتها على الأنفس والمشاعر. أكيد يعني المشجع مهدي دائما متواجد معنا مع المنتخب، يضيف لنا يضيف لنا يضيف لنا شيء للاعبين، اللاعبين كلهم يحبونه، يا رب إن شاء الله يكون موجود دائما معنا، وإن شاء الله يعني هو مثل ما قال ذاك اليوم طلع يعني معتزل، إن شاء الله يتراجع عن قراره لأن كل اللاعبين قلت لك يحبونه. في زمان مضى كان مهدي الكرخي وقدوري رديفه في قوة الصوت وفي الشهرة يكتبان الأغاني الرياضية ويضعان اللحن والإيقاع لها، لكن قدوري مضى بعيدا عن زحمة الدنيا وضجيج الملاعب إلى دار حقه ليجد مهدي نفسه وحيدا في الميدان. موقف أبكاني طول حياتي بعد ما أنساه وحزين عليه، حزين عليه لأنكم واقف نبات تأذيك يعني هنا موقف، بس أقوى موقف اللي أذاني وهو رحيل زميلي وحبيبي وأخوي واستادي ومعلمي
وصاحب الصوت العظيم بالوطن العربي وبالعالم. يعني قدوري صوته، احنا ذكرنا كبطولة صارت بالكويت كأس العالم العسكري، اتذكر بال 79 الجمهور الايطالي قام يجيب ذن الخرخاشات على مود يسكت قدوري، يسكت قدوري. قدوري صوته كصوت الجبل، قدوري من يصيح يا عراق يعني سمعه عن بعد ورا الملعب فد كيلو. الله يرحم قدوري، قدوري يعني كسر ظهري. كل نجم للكرة يكتب نجاحه بقدميه، أما مهدي الكرخي فسبيله صوته الجهوري الذي يعد علامة فارقة لها نكهتها الطاغية حين يحتدم التنافس وتعلو قيمة الجمهور مؤازرا بل وصانعا للنجاح. العب يا حبيبي تمرن، العب على طوب تفلن، ويعجبني اشوفك لاعب واسمك يملي الملاعب، يعجبني اشوفك لاعب واسمك يملي الملاعب، تلعب نوبه تمشي نوبه بالك فكرك يم الطوبه. العب يا حبيبي يا حبيبي، العب ابو جاسم هو ولواعبه، العب ابو جاسم هو ولواعبه، العب سجل لنا هدف، يلا سجل لنا هدف جول.